السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز اعمل حيطة تمشي مع السلم هنا كده، تمام، ما تبقاش مكملة زي السلم اللي كان في هاري بوتر. طيب خليني اجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم حيطة واخلي الحيطة دي ماشية مع السلم كأنها متقاطعة معايا داخلة فيه بالشكل دوت. واروح بقى للثري دي وأعلم على الحائط اللي أنا عايز أشتغل عليه. وأقول له إن أنا عايز أعمل تعديل في البروفايل نفسه، Edit Profile. ممكن بقى تبدأ ترسم لو أنت حابب، حتى لو عايز ترسمها بالدرجات مفيش مشكلة، يعني لو أنت عايز تخليها مع الدرجات ماشي أو تحت السلم ماشي زي ما أنت عايز. طبعا لازم الشكل يكون مغلق، فهقول له تريم تي ار واقول له ده مع ده وده مع ده، وهلغي الجزء اللي فوق دوت واقول له ديليت. بس كده عملنا الحائط بالشكل دوت. خلينا نغير شكله لمثلا شديد، وبدل كوردينيت نخليه اركتكتشر عشان يبقى معانا بشكل حقيقي. هيبقى بالشكل دوت. لو عايز تتأكد برضو ممكن نروح ماسكين هنا ومحركين السكشن هيبقى الحائط تحت السلم على طول.